عشاق الافاعي وادي الاردن، صباح الخير. طبعا هي يا اخوان بدنا نشوف اليوم الخبيث الاسود بقبضة عشاق الافاعي، اكبر خبيث اسود منذ 4 سنوات امسكه اليوم، عفوا امبارح. طبعا هي عندي اصغر خبيث هون، راح اكبر الصورة شوية، وهي الخبيث رقم 2، وهي الخبيث رقم 3، خبيث رقم 4، وهذا أكبر خبيث توصلنا له امبارح مسكته بالليل، أكبر خبيث أسود. هاي شايفين؟ هذا الصغير بلف حاله زي الكعكة، هاي يستعد للضرب. خبيث رقم 2 سوى حاله ميت، شايفين؟ هاي طاب. وهذا خبيث رقم 4، وهي خبيث رقم 5. وين رايح؟ وين رايح؟ تعال جاي. طبعا كلهم الان قبضة عشاق الافاعي وادي الاردن. ما بديش استنى من ابو ناصر الدماني او عمر الحراني بيقول لي اعطيني الاسم العلمي للخبيث الاسود. حبيبي اسمه خبيث اسود، بدك اسم علمي بنسميه لك يا خبيث الحورات او خبيث جرش. ها اوكي، هاي الخبيث الاسود، لاحظوا راسه كيف؟ شفت كيف تضرب؟ ها هذا الخبيث الاسود يا اخوان. ها اعاذنا الله واياكم. شكرا عشاق الافاعي وادي الاردن.